الو، ايوه اتفضل، حضرتك سني ولا شيعي؟ سلام. انا حاليا شيعي. حاليا شيعي. انا كنت سني. الو، ايوه معاك اتفضل. لا انا يعني بين بين اريد يعني اندل طريق الهدايه ان شاء الله. يا رب، يعني حضرتك شيعي في طريق الهدايه ان شاء الله. ان شاء الله. وزادني شرف انه تحدثت ويا جنابك، وانا الله من يكرمك يا المتابعين رب، لك. الله يكرمك. طب ايه رأيك في سؤال النهارده؟ والله انا البث، انا عندي جهاز تليفون واحد، يعني لو البث لو الاتصال. يعني انت ما سمعت بس السؤال النهارده؟ لا والله كنت احاول يعني من 3 ايام 4 ايام احاول اتصل بك، ما حصلت للاسف. السؤال النهارده ان المفروض ان فاطمة رضي الله عنها وارضاها حضرت احداث غدير خم، والحسن كذلك، والحسين كذلك، والعباس كذلك، وعبد الله بن عباس كذلك، وسلمان كذلك، وعمار كذلك، والمقداد كذلك، صحيح. وأبي ذر كذلك. فماذا قالوا هؤلاء التسعة في غدير خم؟ يعني قالوا إيه على والله الأحداث؟ هل فعلا فهموا إن غدير خم ديت ولاية لعلي بن أبي طالب؟ ولو فهموا كده فأين سطروا ذلك الكلام؟ أستاذ وليد، حتى أنا لا أتعبك وأكلفك فوق طاقتك. أنا تقريبا متفق وياك في أغلب ما تطرحه، يعني ما حاجة إنه تسألني أو طيب يعني من الحمد لله الآخر. رب العالمين، أنا باقي لي تكة من الآخر، يعني يقولون ربنا على يهديك يا تكة رب ويكون على ايدينا التكة ديت ان شاء الله. إن شاء الله. بس أنا يعني صراحة، بس يعني مدوخني موضوع واحد اللي واقف حاجز بيني وبين هاي وهو الخطوة، فقط مسألة رضاع الكبير فقط. بص يا ولا سيدي، أنا مؤمن تماما إنه يعني إنه ما بص يا تطرحها سيدي، انا حلو. الخصها لك في حاجة بسيطة جدا جدا. أي حضرتك نعم. شيعي وتؤمن ان المتعة حلال، صح؟ نعم. لو انا سألتك سؤال مباشر، هل المتعة تتضمن ارضاع الكبير ولا لا؟ يعني تتضمن، يعني اللي بيتمتع، اللي بيتمتع بالوحدة ممكن يرضع منها، ممكن يرضع منها، وبيعمل حاجات اكتر من الرضاعة، صحيح. تمام؟ فليه انا قبلت الصورة ديت وجيت على صورة ارضاع الكبير وقفت في زوري؟ دي نقطة. النقطة التانية، ارضاع الكبير لو احنا سألنا سؤال بديهي جدا، هل العبرة بالتقام الثدي ولا العبرة بنزول اللبن في جوف الطفل او جوف الكبير؟ هيقول لك لا، العبرة بنزول اللبن. يعني مثلا دلوقتي انا اقول لحضرتك حاجة، في نساء كتير جدا عندها تعب في الثدي لما بتيجي ترضع الاطفال الصغيرة، فبيعملوا ايه؟ بيجيبوا حاجة من الصيدلية كده فبياخدوا فيها اللبن من ثدي الأم وبيرضعوها للطفل. فلو احنا أخدنا اللبن ده في إناء وعطيناه لطفل آخر أو طفلة تانية، هل باللبن دوت يحرم الطفل ده على الأم لو ما كانش ابنها؟ يعني احنا دلوقتي أخدنا سحبنا لبن من ثدي الأم وعطيناه لطفل مش طفلها مش ابنها، أي ولكن نعم. هل باللبن ده يحرم الطفل ده على الأم ولا لا يحرم؟ كلنا هنقول يحرم، لأن العبرة بشرب اللبن ليس بالتقام الثدي. طيب لما الطفل ده يحرم على المرأة ديت، يبقى إذن في إيه هنا إيه؟ مفيش أي إشكالية. ليه؟ لأن هناك بديل لالتقام الثدي ألا وهو الإناء. فإذا كان هناك بديل فلماذا نتكلم عن الثدي وهناك بديل للثدي ألا وهو الإناء؟ دي النقطة التانية. النقطة الثالثة، إن الإنسان اللي هو إرضاع الكبير ده لما بيرضع ليس عن طريق الثدي ولكن عن طريق الإناء، إيه اللي بيحصل في النهاية؟ إن هو بيبقى إيه؟ بيبقى زي ابنها، بيبقى زي أخوها، بيبقى محرم عليها، يعني لا ينام معاها في السرير ولا هينام معاها في فراش ولا هيجامعها، ولكن هيبقى زي اخوها، زي اخ واخت موجودين في بيت واحد.
ده ارضاء كبير. طب نروح للمتعة، ده هيرضع وهي هترضع ويعاشرها وتعاشره وفي الاخر يسيبها ويروح يدور على 10 غيرها. يبقى ليه انا قابلت الصورة ديت قابلتها والصورة التانية دي مش راضية تنزل من زوري؟ فهمتني وليد؟ انت ان شاء الله، انت ان شاء الله يعني نتعلم منك ان شاء الله. بس يعني احكي لك الصراحة لحد الان يعني والله يعني دي براحتك ترتب. انت براحتك انت، دي حاجة تخصك انت، بس انا مش شايف يعني ان المتعة وان الانسان ممكن يتمتع بعشرة عشرين في اليوم وبيعمل معاه كل شيء ومع ذلك انتم مرحبين بيها، لكن اللي هي رضاع الكبير هي اللي وقفت حائط صد، مع ان رضاع الكبير لا يلتقم ثدي المرء. استاذ وليد ولو تسمح لي اقاطعك على العموم، انا بينت لك بس خلينا بس عشان ما نقطع موضوعنا، انت قلت ان انا واقف ما بيني وما بين الهدايه. انا متفق معاك في مساله المتعه وغيرها، متفق يعني، يعني قلت لك واقع هي هاي المساله الوحيده فقط. وانا قبل فتره يعني شفت مقاطع لشخص يعني، انا عايز اسالك بس سؤال معلش يعني. حضرتك انت لما هتترك التشيع وتدخل تدخل التسنن تمام، عندك إن استعداد الله. ان انت حضرتك انت زوجتك ترضع، يعني ترضع حد كبير؟ يعني انت هتستعمل هتستعمل الموضوع ده في حياتك صراحه؟ يعني هتستعمله في حياتك؟ هتقول لي لا 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 طبعا لا، زي ما انت ما كنت بتستعمله في المتعه. يعني المتعه ممكن انت كنت بتعتقد ليها كانك ما بتستعملهاش، ولا استعملتها المتعه اكثر شيء اشمئز منه هو هذه هاي المساله. طيب خلاص يعني انت يعني ايه، حتى انت لو تسننت، لو دخلت التسنن مش ولا هتقابلك حتى بالقدر بالصدفه ان واحد كبير يجي لمراتك يقول لها رضعيني عشان اقعد معاك. زين جلابك، ممكن تعطيني فتره واتصل بيك بعد فتره ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يهديك للحق الذي يريده الله، ربنا يبارك فيك. الله يهدينا اجمعين. الله واشكرك و زادني الشرف انه اتصلت بك. الله يكرمك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، ربنا يتم عليك الهدايه.